بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، نستكمل الحديث في هذه المحاضرة عن تاريخ دولة المماليك. هذه الدولة التي تحدثنا على أنها تتكون من دولتين أو عهدين. الدولة الأولى هي دولة المماليك البحرية، والدولة الثانية هي دولة المماليك البرجية التي سنتعرف اليوم عليها في عجالة لاحترام الحصص المخصصة لهذه الوحدة، التي يصعب تناول أحداث عهدين بارزين في التاريخ الإسلامي والعربي، وهما عهد المماليك وعهد الدولة أو الخلافة العثمانية. إذن سنتعرف اليوم على دولة المماليك البرجية. كيف وصلت هذه الدولة إلى سدة الحكم؟ ما هي الظروف التي ساعدتها على ذلك؟ ما هي أهم مميزات هذه الدولة؟ ما هي أهم الأحداث التاريخية التي طبعت هذه الفترة؟ ثم أسباب انهيارها وسقوطها. لاحظنا في الحصص السابقة كيف أصيب البلاط المملوكي والدوائر الحاكمة في الدولة بالفساد وانتشار حالات الفوضى، صاحبها اعتلاء وعزل السلاطين، ورغبة بعضهم في الخروج عن دائرة قاعدة عدم توريد الحكم. هذه الدائرة التي حاول السلطان المنصور قلاوون الحفاظ عليها من خلال إنشاء فرق جديدة من المماليك له ولأولاده من بعده، لتكون هذه الفرق درعا بشريا له ولأولاده، وقطع الارتباط مع العهد السابق للدولة أي المماليك البحرية، فأعرض عن شراء الأتراك والتتار والتركمان، وأقبل على شراء الشراكسة والجراكسة المنتمين إلى بلاد الكرج، وهي جورجيا حاليا الواقعة بين بحر قزوين والبحر الأسود. إذن كان عهد هؤلاء وعددهم كثيرا في أسواق الرقيق، وسيعرفون بالبرجية لكونهم يخضعون للتنشئة والتربية في أبراج القلعة، مما جعل اسم البرجية يلصق بهم، وعرفوا بهذا الاسم في التاريخ المملوكي الثاني. مات قلاوون وهو في السبعين من عمره، تاركا وراءه من ذريته 3 ذكور و2 بنتين، وقد سار أبناءه وأحفاده على خط أبيهم، فزادوا من شراء المملوكين من العبيد كسند لبيت السلطنة، حيث وقف البرجية ضد أي محاولة لعزل السلاطين وأهمهم في عهد الناصر محمد، فكلما أعادوا سلطانا معزولا إلا الحكم كلما زاد نفوذهم وسلطتهم وترقيهم في المناصب. إذن هنا ستظهر نوع من الحساسية لدى المماليك الأتراك القدامى، والتي ستظهر أكثر عندما سعى كل من الفريقين إلى زيادة نصيبهم من الإقطاعات ليتفجر الصراع أكثر، مع إهانة المماليك البرجية لبعض المماليك من أصل تركي. وضاق السلطان الناصر محمد درعا بتلك الحال، وضايقه البرجية أكثر في محاولة لدفعه إلى التنازل عن الحكم، وقد كان لهم ذلك سنة 1309 ميلادية، مما فتح للمماليك البرجية باب الترشيح والوتوب إلى منصب السلطنة، فاعتال زعيمهم ببرس الجاشنكير العرش المملوكي، إلا أن السلطان الجديد لم يدم طويلا في الحكم، إذ قبض عليه الناصر محمد بعد أن تقوى وبلغ أشده، وقتله وطرد عدد كبير من الجراكسة. غير أن الممالك البحرية ستعرف بعد موت السلطان ناصر محمد تراجع
في نفوذها لتعود مناوشات الممالك البرجية من جديد. وقد تزعم هذه المرة الأمير برقوق الذي تمكن من القضاء على دولة الممالك البحرية نهائيا ليبدأ عهد جديد لدولة الممالك الثانية المعروف بالجركسية أو الشركس أو الممالك البرجية، والتي ستستمر إلى الفتح العثماني سنة 1518. ومن أشهر سلاطينها هناك السلطان طاهر برقوق وابنه ناصر فرج والسلطان المؤيد شيخ المحمودي والأشرف برس باي والأشرف تومان باي الذي يعد آخر سلاطين هذه الدولة. في الواقع أن التغيير كان ضروري في هذه المرحلة من تاريخ المماليك من أجل إعادة توحيد الصف الداخلي وضبط الفوضى الإدارية لمواجهة الأخطار الخارجية. وقد كان لهذه الدولة الجديدة والحديثة التي قامت على أسس تخالف أسس الدولة السابقة في عدة نواحي، وكانت لها مجموعة من الخصائص تميزها. فمن بين هذه الخصائص أن سلاطين الممالك البرجية كانوا جميعا جراكسة الجنس ما عدا اثنين فقط. لم يطبقوا سلاطين الممالك البرجية مبدأ الحكم الوراثي الذي حاول سلاطين الممالك الأولى تطبيقه بإصرار، والذي نجح بالأخص في بيت آل قلاوون، بحيث لا نجد له أثر عندهم إلا في حالات نادرة جدا. كما أن تدبير المؤامرات وإحداث الفتن للوصول إلى الحكم وضرب طوائف الممالك بعضهم ببعض، كما عمل سلاطين الممالك البرجية على حصر هذه المنازعات في دوائر داخلية تسمح للقوى الخارجية من التدخل في شؤون البلاد، واعتنوا بالأدب ومجالس العلم، وبالغوا في العناية بالمؤسسات الخيرية والمساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها، كما عمدوا إلى الالتفات إلى رغبات السكان في شؤون السلطنة من حيث اختيار السلطان وتعيينه وضرورة حصول موافقة الخليفة والقضاء على تعيين السلطان لتبرير الأسلوب الذي اتخذه للوصول إلى الحكم. إذن كانت كل هذه أولى الخطوات التي قام برقوق بتثبيتها وترسيخها لتعيينه في تعيين الولاة والمساعدين له في المناصب الإدارية. والواقع أن السلطان الجديد كان عليه أولا أن يثبت الوضع الداخلي ويواجه الحركات المناهضة له، والتي كان من أهمها حركة تانغبغا التي تعتبر استمرار لانتفاضة الممالك الأتراك على الجركس، ومؤامرة الخليفة المتوكل، وهي ثورة تزعمتها عناصر عربية في مصر لعزله، والتي انتهت بالفشل. كما أيضا كان عليه أن يقضي على انتفاضات التي ظهرت في منطقة الشام والقضاء على الثوار ومحاولة أخذ بزمام الأمور، إلا أن صراع الأميرين التائرين منطاش ويلغى الناصر الذي كان بحلب أعطى فرصة لبرقوق لاسترداد سلطته بعد هروبه من الكراك وتجميع جيش قوي حوله. وقد امتازت هذه الفترة أيضا، خاصة الفترة الثانية من سلطنة برقوق، ببذل الجهود لتثبيت الحكم وبناء دولة جديدة من خلال الاعتماد على العناصر الجركسية والقضاء على الممالك الأشرفية من خلال شن حرب إبادة
مستفيدا من تجاربه خلال سلطنته الأولى التي لم تدم طويلا ولم تكن مهمته سهلة، فقد كان عليه أن يواجه عصبيتين متجدرتين وهما الأتراك الذين حكموا البلاد نحو 130 عاما والعصبية العربية التي انتشرت في أرجاء واسعة من البلاد ممثلة في عدد من القبائل العربية التي اعتبرت العناصر المملوكية هي مغتصبة لحقها في الحكم والسلطنة. إذن كما واجه خلال هذه المرحلة انتفاضة العربان في مصر والشام وهم الفلاحون البدو الذين سبق لهم أن تاروا خلال حكم دولة المماليك البحرية الأولى عهد عز الدين أيبك، وتاروا مرة أخرى رافضين أداء الخراج والتعاون مع أعداء برقوق، والظهر أن مشاعر هؤلاء المصريين تجاه المماليك ظلت دائما فيها نوع من المزيج بين الكراهية السياسية والعداء الاجتماعي. ومن أهم الأحداث التاريخية التي تسرت بها دولة المماليك الجراكسة هو ظهور الخطر المغولي من جديد بقيادة تيمورلينك ثم ابنه شاهرخ من بعده. هذا الخطر الذي عرف تفاوت في رد فعل سلاطين المماليك له على حسب القدرة والإمكانيات العسكرية، كما تميز هذا العصر بظهور قوة البحرية المملوكية، ويتجلى ذلك في الحملة الحربية البحرية التي قام بها السلطان الأشرف بيرسباي إلى جزيرة قبرص، وحملات ظاهر جقموق إلى جزيرة رودس بهدف تأمين سواحل الدولة المملوكية ورد الهجمات التي كانت تقوم بها سفن الجزيرتين والتخلص من معقيل المقاومة الصليبية. وإذا كانت الفترة المملوكية هي ذروة التاريخ الاقتصادي المصري في العصور الوسطى من حيث التجارة والتبادل التجاري، فإن دولة المماليك عرفت مع نهاية القرن الخامس عشر تدهورا في الحالة الاقتصادية نتيجة لانتشار وباء الطاعون واكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح سنة 1488 ميلادية، والذي مكن أوروبا من الاستغناء عن عبور سفنها المحملة ببضائع الشرق عبر البحر الأحمر ومنه إلى ميناء الإسكندرية ثم إلى أوروبا. إذن فقد المماليك بهذا الاكتشاف الجديد مصدر رئيسي لاقتصادهم، سيتسبب في إفلاس خزينتهم وتدني قيمة العملة، كما تسببت هذه الأزمة الاقتصادية في إضعاف الجيش المملوكي. كل هذه العوامل مجتمعة إلى جانب خيانة عدد من أمراء المماليك لبعضهم البعض ستكون سبباً في انهيار دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين سنة 1517 بعد تاريخ طويل من العلاقات بين الدولتين تراوحت بين المودة والتقدير وتبادل المراسلات والسفارات والهدايا بينهما، وبين القلق بعد فتح العثمانيين للقسطنطينية وتصادم مصالح الطرفين وتلقيب العثمانيين بألقاب السلاطين، ثم سيكون هذا بداية لصراع دامي بين الدولتين. وتشير المصادر على أن محمد الثاني كان أول فرد من بني عثمان اتخذ لنفسه لقب سلطان وساوى نفسه بحكام مصر أي بحكام المماليك، فاتخذ الألقاب السلطانية برمز إلى تحول عثماني وإلى سياسة الدولة العظمى، وقد أدت هذه السياسة إلى تدهور حاد في العلاقات المملوكية العثمانية، وبدأ المماليك يتوجسون خيفة من العثمانيين
فتبدلت نظرتهم إليهم من مشاعر الاعتزاز بعد فتحهم للقسطنطينية إلى مشاعر الغيرة، ثم أضحى الصراع على الهيمنة وعلى زعامة العالم الإسلامي. يتزايد هذا الصراع بعد وفاة السلطان محمد الفاتح سنة 1481 ونزاع بايزيد الثاني وجمع على العرش، هذا النزاع الذي انتهى بإيواء المماليك لجم وأحسنوا استقباله، الأمر الذي أغضب السلطان العثماني من المماليك. مع تنامي هيبة الدولة العثمانية التي ستصبح حامية لجميع المسلمين وانتصار سليم الأول على الصفويين في معركة جلديران سنة 1514، زاد قلق السلطان المملوكي قنصوى الغوري ومخاوفه، وأحس بالخطر من تحول وأيضا من تحول موازين القوى إلى جانب العثمانيين. واعتبر السلطان العثماني خروج السلطان المملوكي على رأس جيشه إلى حلب بمثابة إعلان للحرب على الدولة العثمانية تأييدا للدولة الصفوية الشيعية، فكان هذا سبب رئيسي في الشقاق بينهما، وكان مبعثه التنافس الذي انتهى بنشوب الحرب بينهما ومواجهتين كبيرتين. المواجهة الأولى كانت في مرج دابق سنة 1516 والثانية كانت في الريدانية وهي معركة الريدانية سنة 1517، وكان النصر حليف للعثمانيين الذين اعتمدوا على المدفعية وأسلحة نارية متطورة، وانتهت هذه المعركة الثانية بشنق السلطان المملوكي الأخير طومان باي على باب زويلة، وبذلك أصبحت مصر والشام ضمن أملاك الدولة العثمانية، وأصبحت دولة المماليك الجركسية في فعل ماضي. وهكذا قضى العثمانيون على المماليك، إلا أنهم لم يستطيعوا القضاء نهائيا على بقايا هذه الدولة، بل اضطروا إلى التعامل معهم، والذين تغلغلوا في ميادين السلطة والاقتصاد وخاصة في التجارة الكبرى. لهذا فقد ظلت الدولة العثمانية حتى بعد فتحها لمصر وقضائها على النفوذ المملوكي تحتضن المماليك في مجال نفوذها الجديد، ولم يستطع العثمانيون اجتتات كل القائمين على البنية الاقتصادية الأساسية في المدن.